الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في فتاوى منتشرة في هذه الأيام، وهذه الفتاوى لدار الإفتاء بدولة من الدول العربية المعروفة، وللأسف الشديد هذه الفتاوى تبيح دعاء غير الله سبحانه وتعالى، وتبيح التبرك بالقبور وبالقباب والأضرحة، وتبيح الصلاة داخل المساجد التي بها القبور وبها القباب وبها الأضرحة. وتعليقنا كالآتي: أولا، ما هو دليلكم على هذه الفتاوى؟ الدليل شنو؟ ولا انتوا بتتكلموا في الدين بدون علم؟ فعلا انتوا بتتكلموا في الدين بدون علم، وربنا قال فيكم وفي امثالكم، ربنا قال: ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم الا ساء ما يزرون. ثانيا، دعاء غير الله شرك بالله. يعني الزول اللي بيقول يا أحمد البدوي ويا الرفاعي ويا البرعي ويا صايم ديمة ويا غيرهم، ده مشرك. الدليل شنو؟ الدليل قال الله تعالى في سورة يونس: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي من المشركين. وأيضا كافر، الزول اللي بينادي غير الله ده كافر. الدليل قال الله تعالى في سورة المؤمنون: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به. الله قال ما عنده برهان، ما عنده دليل. انت تقول بجوز، دليلكم شنو؟ الواحد حتى حالق دقنة مشبه بالنساء، تقول علماء كيف انتم؟ ربنا قال لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ثالثا، التبرك بالقباب وبالقبور وبالأضرحة، ده شرك بالله سبحانه وتعالى. الدليل جاء في سنن الترمذي من حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه وأرضاه، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني أسلمنا جداد، قال: وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. المشركين بيشيلوا الأسلحة بتاعتهم وبيعلقوها في الشجرة رجاء البركة، قالوا بتنزل البركة وكده نحن حننتصر في المعركة. قال: فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. يعني دارين شجرة نعلق فيها الأسلحة عشان تنزل البركة وننتصر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. فالتبرك بغير ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه أخواننا البركة من الله. رابعا وأخيرا، الصلاة داخل المساجد التي بها القبور وبها القباب وبها الأضرحة باطلة. الدليل شنو؟ نحن بنديكم أدلة، انتوا أدلتكم شنو؟ الدليل ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه وأرضاه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. ونحن بنقول لكم: أمشوا أقروا كتاب تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، فبتلقفوا أدلة كثيرة جدا. وعندكم واحد كده اسمه محمد متولي الشعراوي، ده أيضا جوز الصلاة داخل المساجد،
التي بها القبور والقباب والأضرحة. ودليل قال المسجد النبوي موجود فيه قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، قال والناس بيصلوا عادي. أولا كلامك ده باطل للآتي: حجرة عائشة رضي الله عنها أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم كان خارج المسجد النبوي، ما جوا المسجد النبوي، وحصل خطأ. الخطأ ده كان في عهد الوليد بن عبد الملك لما أراد أن يوسع المسجد النبوي، وسع المسجد النبوي وأدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، والعلماء خطأوا هذا الفعل. ختاما، إنتوا إذا ما تبتوا من كلامكم ده وما رجحتوا وبينتوا الفتاوى الصحيحة، فإنتوا والله بتشيلوا أوزار وخطايا وذنوب الناس اللي إنتوا بتضللوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ربنا قال ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. هذا، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد.